الانترنت الامن. كانت عائشة ترتاد المكتبة الوسائطية نهاية كل أسبوع، وكانت تنكب على الحاسوب انكباب الشغوف. كانت كلما ضغطت على أيقونة تشغيل الحاسوب تسرع وتمسك الفأرة لتبحر في عالم سحري مليء بالتطبيقات. بفضل مواظبتها على الذهاب إلى المكتبة، استفادت عائشة من توجيهات مرشدتها الآنسة سارة، وتعلمت الكثير في مجال المعلومات. وبمرور الأيام صارت تتقن العمل على سطح المكتب في الحاسوب، وتجيد استخدام الرموز، وتبرع في تصفح الانترنت كما لو كانت تتصفح موسوعة ورقية. رغبتها في التواصل أكثر مع صديقاتها جعلها تفكر في فتح حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. قالت الأم: يا بنيتي، لمشاركة الصور والفيديوهات التثقيفية والترفيهية المفيدة، علينا تثبيت أحد التطبيقات على الهاتف المحمول. تبسمت ضحى وقالت: كم أنا متشوقة لتبادل المواقف الطريفة مع صديقاتي. قاطعهما الأب قائلا: أقترح عليكما تطبيقا نال إعجاب المستخدمين من كل أنحاء العالم، سننجح في الولوج إليه بعد ربطه بالبريد الإلكتروني. وإنشاء كلمة مرور وملء معلومات الملف الشخصي. صارت عائشة كلما تناولت الهاتف المحمول تجعل صورها الشخصية أكثر جمالاً وسطوعاً بفضل الفلاتر التي يقدمها التطبيق، كما تجعل الفيديوهات المسجلة أكثر تسلية وإمتاعاً، مما جذب أعداداً متزايدة من متابعيها في وقت وجيز. وفي يوم خاطبت عائشة صديقتها هاجر وهي متفاخرة: يا هاجر، لقد أصبح عدد متابعي حسابي يعادل 100. أجابت هاجر: يا للعجب، كيف قفز عدد متابعيك إلى 100؟ قالت عائشة متباهية: الأمر ليس صعبا، فأنا أقبل كل من يرسل طلبا لمتابعة حسابي. فيا لغزارة التعليقات المرحة والإعجابات التي أتلقى على صوري. قالت هاجر: يا صديقتي، من المهم حماية صورك الشخصية كي لا تتعرض للسرقة والتلاعب بها، لذا لا تضيفي غرباء إلى حسابك كي لا تفقدي السيطرة على خصوصيتك.